الحقائق لا تبدو لنا جميعا بنفس الشكل، لذلك سنسمع الحقيقة من صاحبها ليكون له حق الرد. صاحب حق الرد لهذه الحلقة هو الاسم عادل، النسب الخطابي، تاريخ ومكان الازدياد 8 يوليوز من عام 1971 بالدار البيضاء، البرج السرطان، الحالة العائلية متزوج وأب لطفلين، المهنة فنان. من صفاته تصريحاته نارية ولا يخشى المواجهة. ضيف حق الرد الليلة عادل الميلودي. سعدي أبا نهار كبير هذا. الحمد لله. لبس عليك. يا بسم الله كل شيء ديال الله. ودايما كتجي بلوك جديد، فين ما كنتلاقاك كندير معاك شي برنامج كنلقاك بدلتي اللوك. انا انت ما غادي نمشي نجمع الفلوس ونولي انا بوغوس، نشري لي الرويس رويس غنت بلبل، كل شيء ديال الله. ما خصنا نبدلو اللوك داكشي ديال الله. وسيدي تبارك الله عليك. الحمد لله الله. ونتمنى تبقى ناشط وخا نجبد لك الدواسة. انا ما عندي شوف الدواسة كاملين الحقيقة في دقيقة. الحمد لله ما كنعرفش اللي في اللسان واللي في القلب، الكذوب ما كاينش، الهضره نيشان في الوجه، اللي ما عجبوش حال يضرب راسو من الحيط. ما عندي ما ندير ليه، حيت الحقيقه في دقيقه. عادي في خبرك انت الوحيد في المغرب اللي انت اللي كيجبد الراس والدواس، انت دواسيك كتجبدهم. نور باش تحتاجنيش انا نجي جبدهم. وانا باش ما نتسناش واحد اخر يعيرني، نتسنى عاد واحد اخر يعيرني، عاير راسي انا ونقول لهم ها كيفاش جاير انا، حيت انا هكا وعيش غير ببالي ونموت على الدرويش بحالي. يلا سعد الحقيقة مرحبا. في 40 دقيقة الحقيقة احنا نديرها في دقيقة، وديك 40 دقيقة 30 كلها ديال الله. يلا كل شيء ديال الله. نبدأ ونكتشفوا الملف الأول الأسود. مرحبا الأسود. أيه سود. انت عندك الملفات كلهم بيضاء بالنسبة لي أنا. سيدي نتمنى هذا الشيء يبقى هكا حتى التالي الحلقة. يلا نكتشفوا الملف الأول. مرحبا. بسم الله. هو الملف الأول في حلقة خاصة مع المثير للجدل عادل الميلودي. سي عادل فنان الشعب، سفير التراث، تبارك الله عليك، زعما الألقاب والجمهور ديالك كبر، خصو يطو في هاد العامين التالية. عادل كلشي ولا كيعرفو، حتى لما كيتصنتلكش في الأغاني كيتصنت ليا في الهضره، كيتصنت لك في الهضره. داير البوز فين ما مشيتي تبارك الله، داير البوز. حيت الحقيقة في دقيقة هذا هو. هادشي كديرو بالعاني. علاش نديرو بالعاني؟ زعما كتقول لي ما كيتصنتش لذاك اللون الغنائي ديالي، يتصنت لي وانا محيح وانا مبلبلها. لا هو الانسان باش غيعرفني كون ما تصنتش اللون الغنائي ديالي، يعني كون ما سمعش عادل كيغني ما يسمعش العادل كيهضر. وهذا عادل باش معروف عادل ميلودي يعني مغني ماشي كيهضر. وما حيت عادل المغني غيسمع شنو غيقول نورمال غادي يدخل عند الناس عادي. عادل تبغي تسمع شنو كيقولوا عليك الناس؟ انا راه عارف شنو يقولوا. كيقولوا لك انك جوج الحوايج، يا اما بصحوا بالنية احمق، يا اما كدير هبر تربح. لا هي هبلت الربح، هبلت الربح كتعيش، وانما هبلت الربح نديرها فشي حاجه اللي غنلقى فيها انا راحتي، يعني اللي غنجبد منها شي حاجه، اللي غنكسب منها شي حاجه. انت ما كتربح والو مثلا؟ عطيوني شي حاجه ربح حساب. شهره اكثر. الشهره الحمد لله انا بعدا عادي الميلودي مشهور من يدار وحيدا الميلودي وحيدا من يدار الميلودي. الحمد لله تما عادي الميلودي طلع الصاروخيه، مشينا بخير، لقينا الشعب الله عمره دار، لقينا فاز زوينين، لقينا الناس حبوا هادي الميلودي اللي حتى هو حبهم. وهذا السر ديال هادي الميلودي، هما في هاد الناس هادو اللي كيتعاملوا معاه، لا في الزنقه ولا في، يعني فين ما مشيت الحمد لله ما عمري سمعت شي واحد قال لي شي حاجه ما عجبتنيش، اقسم بالله هادي الحقيقه في الدقيقه. يعني الناس عجبهم داكشي اللي كدير؟ عجبهم نيشان، سواء في الفيسبوك سواء بطبيعه الحال الاغاني ديالك. ودابا شنو كدير في شدا اف ام؟ كيفاش كندير شدا اف ام؟ قالوا لي وليتي كتنشط واحد الفقره، وليتي كرونيكا. عادي الناس هنا يعني كتعطيهم واحد 45 دقيقه في شدا اف ام، اللي مع خويا عماد، اختي ابتسام، خويا ناني، هاد الثلاثي هادو كيكونوا شدا اف ام في الصباح، يعني كيديروا ليها النشاط. وعادل الميلودي واحد انسان معروف نشيط، ونهار جيتي تكمل النشاط ديال جيت عندهم سي عماد قال لي عادل بقى تجي عندنا كل اربعة ما كرهناش، ومسيش قال لي ما كرهناش تجي عندنا دائما، وقال لي حسب الخدمه. يعني الحمد لله ملي تشوف هذوك الناس ارتاحوا لك، اذا هما اللي فاهمين شنو كيوقع. عادل فيها شي فلوس هذه القضيه؟ شنو هي؟ كتخلص؟ انا ما كنتخلصش. يعني كتفيق في الصباح وتجي من قنيطره حتى لكازا بلا فلوس بلا والو؟ وانا بالعكس انا نجي غير نضحك مع الشعب، مع الجمهور ديال عادل الميلودي، هذاك هو الفلوس عندي انا.
انا ما كان ديت شي حاجه، ما كذب عليك كذاب، انا راه ما كتخلص لا في ليفي ولا في فيسبوك ولا في الانترنت ولا في اليوتيوب ولا حتى شي حاجه. عادي الميلودي كيخدم خدمه كيتخلص سالك عبد الله، انت كتربح من الغناء؟ من الغناء حاجه وحيده كتجيب لك الفلوس. يا هذا هو واخا. والاسئله اللي كيسولوك الناس كاين اللي كيقول عليها زعما بعض المرات اسئله، حيت كل سيمانه نفس تقريبا نفس الاسئله كتعاود، ولا حتى الاسئله صافي بحال تسالات مثلا ما فهمتش اسئله الناس اللي كيسولوك؟ بالعكس، ما الناس ما كتسالي عندهم الاسئله، لان الانسان عادل. واش مزوج؟ عادل واش كلشي عارفك مزوج؟ كلشي ايمان راه مشهوره تاهي تبارك الله. انت هاد الكلمه قلتيها في امك قبيله شويه، قلتي لي بان عادل داكشي اللي يقولوا عليه الناس راه كيقولوا على راسه. اذا ما الناس راه عارفيني مزوج، عارفيني عندي جوج وليدات، عارفيني كنعيش حياه سعيده، عارفيني ما على باليش بالعالم، عارفيني هو هذاك. انا الانسان يعني راكب الحماق ديالو، انا حماق عجبني ومعيشني وعايش مع ولادي معزز مكرم مجد الكيلاني مرحبا. واخا ندخلوا في المعقول. معقول ندخلوا في الصداعات؟ لا مازال هادشي يلا باديه معك يلا كنسخن هذا مع الجمهور. هادشي غير الله يخلي لنا هذا الجمهور. التوابير مرحبا مرحبا. عادل عندك صراعات كبيره كيما عندك بزاف الناس كيبغيوك، عندك بزاف الناس ما كيبغيوكش، وفي الوسط الفني عندك صراعات. معروف عليك دائما فاش كنكتبوا عادل الميلودي ما كاين غير صراع عادل الميلودي مع صراع فضيحه عادل الميلودي فجيره خطير عادل الميلودي. انا غنبدا لك مرحبا ماشي بصراع، واحد المسلسل مكسيكي كان بينك وبين واحد الفنان اللي هو موس ماهر، واللي انا بصراحه تفاجات فاش صادفت موس ماهر انكم تصالحتوا. هذا المسلسل المكسيكي ديال الصراع اللي في حقه كان كاين الشط شي ناس كان عجبهم الحال الشط البطوله، صالحت انت وموس ماهر؟ عادي علاش انت اللي خديتي المبادره قال لي موس؟ لا ماشي انا اللي خديت المبادره، وانما واحد الدري صاحب موس وصاحبي انا اللي هو عمر طوطو، ولا عيط لموس ودوز لي موس. وانا راه موس راه واخا نسبو واخا نعايرو موس، شوف اش غنقول لموس؟ ونقول له الارض كيقول لي الحمار عادي حنا بيناتنا راه واش غنقول لي انا؟ ماني ما نقول لي هو داير هكاك. موسى راه انسان غير حمق، راه واخا راه كنضل راه هو عارفني، انا راه ما بقى كنبقى نهضر راه ما كنسكتش، راه كنبقى عليه الفعل يا التارك يا مهنا يا مهنا، ولكن القلب ديالنا الحمد لله مزيان. دابا تصالحتوا بصح وبني يعني القلب هاني رجعتوا كيما كنتوا؟ شوف شوف واحد القضيه، موس قبل ما يكون فنان قبل ما، لان موس خصو يعرف هذه القضيه العالم، راه عادل الميلودي اللي رد موس يغني، اللي يعني هو اللي عطاه، يعني اللي عطاته الحماق حماقي، وانا اللي وقفت معاه بزاف ديال في نغماوات باش كانوا شحال هادو. يعني موس واحد الانسان راه ماشي شي واحد مكروه، ماشي شي واحد خايب بزاف، بالعكس موسى ناشط، غير هو كتكون انا ما كيطلع لي الدم كرد كلشي خايب صافي كنبقى نعاير ونسب، ولكن هو القلب ديالو موس موس الله يعمره. دابا الحمد لله اللي تصالحتي معاه. الحمد لله ماشي شي واحد خايب، هذا هو الرباح. واجي كاين اللي كيقول واحد الحاجه واحده اخرى، انك تصالحتي مع موس ماهر على حساب الداودي. على حساب الداودي، الداودي عنده مشكل مع موس ماهر، ما عنديش مشكل معايا انا، انا غير واحد الوقت. هل انت وياه تحالفتوا ضد الداودي؟ لا 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 بالعكس، دابا هو الداودي اللي شنقول لك، الداودي واحد الانسان اش غادي نقول لك، الداودي ما يمكنش لي نقولها بواحد الطريقه، وانما نقولها بواحد الطريقه زوينه. الداودي انسان ما عنده حتى علاقه مع الاداب، ما عنده حتى علاقه مع ما منافق، هذا مو نيشان داودي انسان. هذه طريقه زوينه بقيتي تختار في الفيلم. انا حكيت لك صار من راه ما بغيتش نقولها، نقول لك راه ماشي راجل وكذلك راه ماشي شغل. هذا المهم هو ذاك الداودي راه اكبر منافق في العالم، نيشان اللي علاش نقول لك اكبر منافق؟ الدليل انا باش كيعجبك عادل الميلودي بالدليل والبرهان، هذاك السيد كان محامي عليه موس ماهر، واحد السيد في اكادير كانوا مبهدلينه، ولكن راه من حق موس ماهر يبهدل، انا هادشي عرفته حتى مؤخرا من حقه يبهدلو، لانه سير تبهدل كانوا مبهدلينو. انا بقى فيا الحال عباد الله، راه سيد راه فنان، راه عبد الله الداودي راه فنان، حشومه عليكم واش نتوما ديروا لعباد الله بعد. هضرت انا مع موس عليه الدم، موس ما كان دار واحد القضيه، انا نقول لك دار واحد القضيه، قال لهم القيجيه من القيجيه ما انت نوا يطلع لي الدم القيجيه، وكيد قال الداودي انا عارف، ولكن انا جماعه القيجيه كامل، القيجيه انت غتعرف القيجيه، انت كما قلت لي انت ما فنان ما والو تعرف القيجيه كيفاش هذه القضيه دي. وانا غير باش نجيب الصداع باش نخرج الداودي ونبقى معاهم. يعني شوف هذه تقد على الصداع نورمال، انا ما على بالي انت علاش كتقلب؟ حيت ما داير شي حاجه، انا راه ما عندي شي دوسي نوار، ما عندي شي حاجه كحله، انا الدوسي ديالي زويون
انا بلادي مش غادي يعيرني ما عندي وما غايقول عليا ما انا الانسان كنمشي نخدم على راسي كندير زوين في سبيل الله بزاف المرات هذاك الشيء بيني وبين الضمير ديالي والحمد لله ما نصاب ما محتال ما شفار ما كنهضر في الدار كنهضر عا في الوجه والانسان اللي كيهضر لي في وجهه كاين كيقول شي حمات يقول لك مصعب الضربه ملي كتجي في الدار لا مصعب الضربه اللي كتعطيك في الوجه لان علاش كيقول لك اللي في الوجه كتقمع بنادم وكيف في الدار كصافي ماشي شي حاجه هذيك خيانه اذا انت ما تحالفتيش مع موسى ماهر وغادي نشوفوا دابا تحالف بينك وبينه ضد الداودي حيت شي ما عنده حتى علاقه بالفنان الداودي دير مشاكل مع موسى ماهر وخادي جمال وانت ما عندك حتى علاقه بالمشاكل اللي عندي العلاقه هو انهم كانوا كيوقف طلع لي الدم انا فاش طلع لي الدم وفاش غضبت هي فاش الداودي معنق مع موسى ماهر وانا مدابزين على ودك السي عبد الله وانت غادي تعلق لي مع السيد وانا مدابز معاه واش انت اذا هنا في كاين النفاق انت درتي لي البلباله فهمتيني وانا ملي قلت الان انا اللي قلت للموسى قلت راه عندي واحد الجيل فهمتيني مصيفط لي عبد الله الداودي كيهضر معايا كيقول لي شوف انا معاك وانا هنا وانا ملاه وتا واحد ما يقدر وما خرجتيش داك التسجيل ما خرجتش انا فاش خرج لك خرج شي حاجه خرج شي حاجه اللي هي تكون بصح ما غيبقى يقول لي بنادم لا انا راه مرتك لا ما يهضر عليها حتى واحد هذا عبد الله الداودي لا من هنا وراه الاخر كيدير هذا هضره حشومه اوكي فهمتي هذا هو الواقع واخا ندوزو لواحد المشكل واحد اخر مرحبا. هو كان غيكون مشكل ولكن تحد لان الفنان الاخر هضر عليك بالخير امينوكس امينوكس مزيانه ملي جبتي لي امينوكس امينوكس واحد الدري زوين نقول لك على بنتي قلتي لي داك النهار بان عادي راه كون ما كانش عباد يعني كان غادي يبدا عير لا بالعكس انا ما عرفتوش انا امينوكس قلت لهم داك الديسك اللي غنى داك الديسك اللي غنى راه ما عنده حتى علاقه بامينوكس راه نورمال هذا درا انا نقول للعالم انا عملو تعجبني علاش عجبني دار واحد السيل ديالو شنو هو السيل ديالو السيل ديالو هو دي انه دار بوز داكشي ديالو ديال ما ديرتو واحد وين كتعتبرو فنان فنان ما قلتكش ما فنان ونص ولكن باش غني شي ديسك ديال عاقل وما تحطوش هو هذاك جاتك داك الاغنيه غضبت يعني انا غضبت ديك الساعه وما كانش خصو يديرها ما كانش وقلتها لهم في الراديو قلت لهم خويا عبد وسول عماد قلت لهم خويا عماد الدري راه زوين عماد يقول الدرا راه بيني وبينه الدرا راه زوين ولكن هاد الديسك هذا ما عجبنيش صافي انا ما صافي طلع لي غضب خصوصا ان امينوكس هاد البلاصه هادي ديالك سولته قلت له عادي الميلودي شنو قال فيك هو قال فيك غير الخير هذاك راه فانز ديالي هذاك الدري ولدي غنقول لك ولدي هذاك راه انا ملي كنت خدام في طنجه راه كان يعني هذاك راه انا عجبني بزاف لانه دار السيل اوكي وانت دابا خرج ديسك دابا مخرج خرج واحد السيل علاش كان باش تعرف انني تابعو خرج هاد الديسك هذا ولكن هاد الديسك هذا ماشي شي حاجه حتى هو ما عجبكش هاد الديسك ماشي ما عجبنيش راه السيل ديالو مزيان ولكن ماشي بحال انت اللي كاينه وما كاين ما احسن يعني عندي دويسكات زوينين يعني هذه ما عجبتكش بزاف كنقول امينوكس خويا ولدي حبيبي عزيز عليا كنقول ليه يعني اجتهاد يزيد يجتهد راه مزيان يجتهد لانه هو دار السيل ديالو اذا هذاك السيد راه مقبول هذا هو الواقع واخا اذا ما عندك حتى مشكل مع امينوكس نجبد لك عاوتاني مشكل واحد اخر وخلق لك البلباله عادي مرحبا بزاف الناس قالوا لك لسانك سابقك وخصك تبقى المره الجايه ترد بالك الشاب رزقي المعتزل طبعا ماله مسكين قلتي في احدى الاذاعات الخاصه شدا اف ام انه اعتزل لان ما بقاتش دايره عنده العاقه انا ما قلتش العاقه في هذه العاقه هما اللي قالوها انا سمعتك اييه لا ما قلتش العاقه لا من السياق ديال الهضره كان باين قلت ما بقاش عنده الشاب رزقي هذاك راه خويا انا انسان كيما يعني بحال شككتي في الايمان ديالو لا 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 داك السيد هذاك غير هذاك السيد هذاك انسان ما عنده حتى علاقه مع الفن بعيد هو كيعجبني حتى في التصريح ديالو قال لهم انا يعني انا لقيت راحتي في هذا الشيء هذا يعني وحتى هو لقيت انتقادات وعايروني الناس وانا انا ما اش غادي نقول لك انا حتى انا براسي كنقول اش داني نهضر على هذا السيد هذا السيد بعيد عليا مسكين هذا ما يعني انا ما كانش عليا نهضر عليه نورمال وانا غير كنعترف انه خطا انا اعترفت ليه وكنعتذر ليه عيطت ليه فهمتيني عيطت ليه ودرت مع معزاز مكرم السيد الله يعمرها الدار السيد راه خويا ماشي زعما خويا صاحبي الله يعمرها الدار غير انا زلت اللسان يعني غير خرجت وانا ما كنقصدش لان ديجا قبل منه هضرت على سميتو على جواد السيح وغير بالضحك هو جاوز الساحه وتقبل جاوز الساحه هو عارف جاوز الساحه قال لهم راه هادي رانا كنعرفوا مزيان وكيف هو كيعرف مزيان الشاب رزقي بان انه ما تقبلاش والدليل انه خرج
يعني بتصريح ردا على ماشي هو اللي رد اختي نقولك واحد القضيه، غير هو داك السيد اللي مشى عنده اللي انا مشى كيقول لهم الشاب رزقي بصم خلى البصمه ديالو. والشاب رزقي سيد راه ولا انسان ديال بلا ما تردوا انت لك شيء بصم. وعاد ان داك السيد اللي مشى عنده اللي هو اخواني كيقول يعني بحال الا كيحرشوا عليا انا، والدين ما كيبغيش بحال هكا. على الاقل يقول لي داك السيد هكا يقدر. انا كنقول لهم عباد الله داك السيد انا غلطت، ما انا كنقول اسمح لي. وهذا الجمهور اللي عادي بسبب رزقي انا كنعتذر ليه، كنعتذر ليه عادي. انا اعتذرت للجمهور كامل، اعتذر للاولو واللي عجبني في هذا الشيء، وبزاف ديال الناس قبلوا الاعتذار ديالي وبخير وعلى خير. هذا هو الواقع. عادي اللي زوين هو انا كنغلطوا كنعتذروا، وهذه حاجه كنحيي انا كنعتذر. شوف انا اقسم بالله ما قلت شي حاجه عن قصد، فهمتي؟ انا دائما كنضحك. وسي محمد رزقي راه كيعرفني مزيان، عارف عادي كوميدي الضحك ولا ما عرفني شحال هادي، انا غير كنضحك. ولكن عند الناس عند الحق تعاتبني لان هذاك ماشي ضحك. ما كانش خصك تقيس السيد لانه خرج من المجال الفني. اخر سؤال وغادي نسدو هذا الملف باش غندوز لك الملف الثاني اللي هو سخون مزيان وعندك عنده واحد الدواسه خطيره جدا. مرحبا. اخر حاجه غادي نقولها لك، انت معروف عليك انك تهضر في كاع المواضيع، كتكون جالس يمكن اي موضوع كان موضوع ساعه كتهضر عليه. واحد النهار جبتي الهضره على الدين، وبالضبط قلتي انك قارئ للقران وانك ما محتاجش شي واحد. نعم قارئ القرآن. قارئ للقران وانك ما محتاجش شي واحد يشرح لك القران الكريم. وخرجتي كاع واحد ماش نسميها ماشي ما عرفتش، المهم قلتي اذكر الله حتى في لابواط، قلتيها سمعتها عندك هذا الكلام ديال الله ماشي ديالي اختي. الله كيقول اذكر الله حتى في لابواط. اذكروني اينما كنتم اذكروني. هذه كاينه شتك الدين وتفتي وتقول انا ماشي كنفتي، انا شتك في الشرح ديال الفقهاء. لا بالعكس، انا شوف ذاك الناس الدين ديالهم انا ما عندي حتى علاقه به، انا كنهضر ذاك بالمفهوم اللي كنفهم انا. الله سبحانه وتعالى ملي ذكر والله كيقول لكم اذكروني عباد الله. واش انت كنت في لابواط ما تقول وتغني الله اكبر؟ غتغنيها في لابواط ما تغنيهاش، غتقول واحد طاح الله وما تقولهاش. راه ما يمكنش، راه ما يمكنش. يعني هذه شي حاجه باينه. واخا جي هذا العالم ولا اللي بغى يكون غيقول لي ما تذكرش الله في لابواط، وما يمكنش. الله سبحانه وتعالى ذكروه اينما كنتم. ولكن هي هاد لابواط ولا هاد البلاصه اللي هي محرمه، غير هما على حسب الهضره ديالهم هما كيقول لك اودي لا ما تجبدش اسم الله. لا اسم الله بالعكس، انا في ذاك لابواط شحال من واحد كنعرفو، انا كنت خدام في بواط، وكان انسان في لابواط كيصلي في لابواط. شنو خدام تما وكيصلي؟ خدام تما وكيصلي. اقسم بالله غارسون انا كنعرفو صاحبي سميتو حسن الله يذكره بخير، كنا كيصلي الصلاه بالوقيته ديالها والقيامه ديالها، وكيجي كيصلي في لابواط. كيفاش ما تذكرش الله وانت كتصلي في لابواط وخدام في لابواط؟ ولكن الرزاق العيشه ديالو طرف ديال الخبز يربح بحالك، شنو غايدير؟ إذا أنت مأمن بهذه الفكرة؟ أنا مأمن. شوف وغادي نسمعوا مرات واحدة أخرى كتهضر في الدين. أنا مأمن بالله سبحانه وتعالى، مأمن بالله وبالملائكة وبالكتب ديالو. شي باش مأمن أنا ما مأمن بشي حاجة اللي كيقولها شي إنسان، حيت كنعرف بزاف ديال الناس كيبقاو يحلوا ويحرموا اللي بغاو. لا، إلا كان شي حاجة من عند الله سبحانه وتعالى حرم الله وهذا وهذا، إذا كاينة. ولكن الله سبحانه وتعالى هاد القضية أنتم تبقاو تفتيوا عليها وتبقاو تجيبوا ديالها، هذه الحشومة. إذا هذه كتسمى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الواقع. كل شيء صافي زعما. وانا ما عادي الميلودي الخطير. انا كنقول شوف، انا كنقول هذاك الشيء اللي كنعرف انا، راه ماشي عالي ماشي هذوك الناس وارين علينا في الدين. هو فاهم انا ما كنبغي شي حاجه نفهمها، راه كنمشي عند واحد فقيه في الجامع وكنسولو عادي، هذا كيجاوبني مسكين حتى هو بكل روح رياضيه وكنفهم. الحمد لله اللي حنا غاديين وكنفهموا، راه ماشي غادي نرجعوا للور. يلا سيدي انا ساليت هذا الملف، اكتشفوا الملف الثاني. مرحبا. يلا خليك هكا اني ما نشاتش كات الصباح هذاك مزيان. لا ديما مزيان خوك هادي الميلودي ديما مزيان، ما عنديش مشكل في العالم كاع. يلا نبداو. يلا الفقره الثانيه والملف الثاني في حلقه عادل الميلودي. عادل الملف الثاني غيبدا سخون مع واحد السيد عندك عزيز موت عليه. كتموت عليه. مرحبا. شكون هذا؟ عادل. جاب عادل الميلودي المول الكاسكيطه. جاب مول الكاسكيطه لعادل الميلودي، حيت عادل الميلودي ماشي هو اللي يهضر على مول الكاسكيطه. لا، مول الكاسكيطه هو اللي يهضر على عادل الميلودي في هذا المكان هذا. أيه. الكرسي في هذا الكرسي قال لك اسيدي عادل الميلودي كيغني مطرب المشروبات.
انا هو مطرب ديال الشراب. حنا الحمد لله كنغنيو على الشراب، كنغنيو على العيالات، كنغنيو على اي حاجه كاينه في المجتمع كنغنيو عليها. الحمد لله حنا كنغنيو على الشراب ولكن ما كنشربوش. هو راه ما كيغنيش ولكن راه ديما راه الحمد لله راه شاف الشيء في 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 مواقع التواصل الاجتماعي، مول كاسكيطة سكران محيه هنا، مول كاسكيطة معربط في البلاصة، مول كاسكيطة مبلبل هذا، مول كاسكيطة نصب على هذا، مول كاسكيطة مول كاسكيطة. ولكن هذه الميلودي ماشي هذه الميلودي ونظر على هذه الميلودي نصب على هذاك، لا هذه الميلودي، لا هذه الميلودي كيهضر على حقه كيدافع على راسو. عادي مشيتش انا ردت فعلك على داك الشيء اللي قال كان مبالغ فيها، يعني حتى داك الشيء اللي قال عليك ما كانش خطير جدا، ولكن الهجوم ديالك عليه من بعد كان قوي. ايوا ولكن بدا ومن هنا بدا الاخذ والرد. عطيني نعطيك كما كنقول دابا حنا غنهضروا غير نيشان. انا واحد الانسان فاش لقيتو عندك هنا فاش هضر عليا ما قلت لي حتى شي حاجه، طلع لي الدم وما قلت لي حتى شي حاجه. ميكس داك عين ميكا وحوات شويه كنلقاه شنو داير، داير عادي الميلودي حاتم عمور، هاد الجوج داروا البوز البوز في 2016. اذا خوتي رانا نعطيكم عندنا حقا كنبلبلوها، كل واحد يشد بلاصتو، هادشي اللي كاتب هو الله مع السبع العشيه بالباله كلشي ديال الله والو والو. يعني انسان كيستفز لي انا يعني غيهضر عليا هو، هو انا ما عنديش النيفو، هو عنده النيفو عليا انا ولا ما عنديش، ولكن انا راني قاري عليه، راني قاري عليه وبزاف عندي هذه القرايه ديالي انا، راه ما يعرفش يقرا هو، لان انا عندي قرايه مع الشاب، انا قاري مع ولاد الشاب. انا واش شفتي منه مثلا يجبد لك الدواسه؟ انت عارف انه كيجبد الدواسه وكيقلب في المخفي كما كنقولوا. واش خلعك بداك التهديد عادل ولا علاش استفزك؟ ما استفزني لانه انا هضر عليا هنا، انت طلع لي الدم باش هضر هنا، وعارف اش قال انا ما عنده ما يقول عليا، علاش انا كنهضر؟ حيت انا عارفه هو كيجبد من الخبايا وكيدير مانياك، ولكن انا راه ما لقى ما يجبد، ما يجبد عليا حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما يجبد عليا. قال لي مزي واحد شي وحده عيطت لي قال لي راه عنده بنته سامح فيها. واش كاين شي واحد اختي بنتك وعندها 16 سنه في الامارات ما عمرها جرات انها تقول هذا الشيء؟ اول مره عيطت له اعترفت له قالت له عاونني باش زعما تحترم. واخا اذا اختي عادي واش بصح هذا الشيء؟ لا تنهضر معك اذا اختي دابا، اذا انت راكي بنتي وانا نهضروا نيشان نقول لك علاش واش بنتي، انتي بنت بنتي ديال الله، ايوا ديال الله راه هي هادي. لا انا نجي نشوف راه شحال من البنت عندي انا في, 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 في المغرب، راه بزاف. نبقى نقول هادي بنتي وهادي، واش هي بنت؟ كاينه بنت ما عندها لا اوراق، بنت ما عندها لا حاله مدنيه، كي داير هاد البنت هادي؟ لا متخلى عنها، واخا انها انت تخليتي عليها وما بغيتيش تعترف بها. كيفاش متخلى عنها؟ ما عتمشي علاقه يمكن كانت عندك قديمه باش انا راه عندي علاقه هذه انتوما يعني اللي وجه لك والتواصل اللي قال انه خدا يعني الاكسكلوزيفيتي فيها. شنو الاكسكلوزيفيتي؟ يعني السبق ديال اش؟ السبق انه اول واحد قدر يجبد هذا الدوسي هذا او هذا السر هذا في حياه عادل. لا 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 جبدوه اختي، جبدوه هذاك اللي كان دابز مع الداودي، اللي كان دابز الداودي اللي في اكادير، هو جبد هذا الموضوع هذا. اذا ما كاينش شي دخان بلا نار؟ لا هو نورمال، اذا هو منين خد الفكره؟ خد الفكره من تم، هذا هو الواقع. علاش بالضبط هاد التهمه؟ علاش ما بقاش مثلا عادي الميلودي دار شي حاجه واحده اخرى؟ علاش بالضبط بنت عندها 16 عام ما اعترفش بها عادي؟ واخا هاد عادي الميلودي راه عنده جوج ولاد، انا اصلا خاصني بنت ما كرهتش نورمال. اذا هاد البنت اللي عندها 16 عام هادي وهادي النكره، واش هادي كاين شي انسان كينكر ولادو؟ نهضروا نيشان ما كاينش. اذا هاد السيده هادي ما عندها لا اوراق لا والو، ما عندهاش حجه، ما عندها حتى شي دليل، وهي في 16 عام فين كانت؟ هادشي على حساب، هادشي على حساب الاقوال ديال مول كاسكيطة، لان قال لك سيدي راه السيده اللي كاين ولكن انا قدام الامام الملا نقول لهم بان السيده الا كانت بنتي مرحبا بها، تعطيني غير هذه غير غير دليل صغير ومرحبا بها. انا ما كرهت، انا راه خصني بنت، انا راه مدابز مع مرتي باش نولدوا بنت، كنبقى بقات لينا انا وياها، ما كرهناش حنا، كرهنا بنت ما كرهناش اختي، مرحبا بها. ولكن الانسان كهذا هذاك تسمى بنادم كيطيع عليك الباطل، هذا هو الباطل. نقدر نكون شحال هادي، ما انا راك عارف شحال هادي، راه حنا كنا صغار ما كناش كنعرفوا، كنا راك عارفه ماني ما تعرف تقدر تكون خطا ولا يقدر، راه ما كاينش، انا نقدر يكون عندي 60 دري ولا 7 دراري ولا 10 البنات، راه ما تعرف، لان راه الله سبحانه وتعالى هو الواحد اللي عارف. انا انسان كنت غلط صغير ما كنتش كنعرف، دابا الحمد لله ملي كبرت وليت كنعرف شنو كندير، ما بقيتش كنغلط،
داك الغار داك كندير شحال هادي انا تراجعت عليه الحمد لله عندي وليداتي مالي فيهم عندي المراه ديالي هي مالي فيها وفيها وغادي بالحياه مزيانه اذا هذا خينا هذا علاش غيدخل ليا وراه عنده بنت وراه مرته كانت ما عرفت شنو كانت كدير هو عاد بقى يهضر ليا وانا ملي جيت انا ملي صيفطوا ليا الدوسي ديالو هو صيفطوا ليا مرته كيفاش كانت واختو شنو كانت جبتي له هذا الشيء اقسموا بالله اقسموا جبتو ولكن قلت ليه درتي اشارات ما عطيتيش التفاصيل ولكن عطيتي اشارات قلت ليه انت ها الهضره كيفاش شوف هنا فين هنا فين فين دخلت ليه الفرف قبو فاش قلت ليه بحال هكا ما بقاش عاود هضر لان انا كون مازال جبد معايا الهضره غادي نجبد ليه ولكن انا هما عيالات ما يمكنش لي نجبدهم ما داروا ليا والو بصح ما داروا ليا والو مسكينه هي مرته جارت ليا ما دارت ليا والو اختو جارت ليا ما دارت ليا والو ولكن هو هضر على مرتي وهضر على واحد البنت راه واحد البلودي عنده بيل عنده يوسف الخطابي وايمن الخطابي ايمن دحان وهذه الميلودي هذه من العائله الصغيره ديالو المجتمع كلشي ديال الله واخا كاين اللي كيقول انت السبب السجن ديالو صح السبب ديالاش حنا كنعرفوا ان دابا مول الكاسكيطه كاين في السجن او تحت الاعتقال انت السبب انا السبب على انا كنت كنصاب على عباد الله انت اللي حرضتي داك الناس انهم يمشيو يرفعوا دعوه عليه ما حرجتي دوك الناس اللي كيهضر عليهم هو دوك الناس اللي قال لك كريسا وداروا ليه راه هما اللي عيطوا ليا اللي هي مرته الخطيبه ديالو اللي قبل اسماء سميتها اسماء راه هي اللي قال ليها بقى تصيفط لي الفلوس ولا نقلع لك التصاور ديالك كاين واحد التصاور هو وداك البنت راه لا هو بداك فهمتيني قال ليها وهي صيفطات لي مليون ونص هادشي اللي قالت هي بالاقوال ديالها صيفطات لي 5000 درهم صيفطات لي 7500 درهم صيفطات لي 3000 درهم صيفطات لي 2500 درهم وصيفطات لي 2000 درهم اخر مره هادشي كامل صيفطاتهم لي باش ما يلوحش التصويره ديالها هي مسكينه عيطت لي خويا هادي هذا وانا بوالدي وانا ما نبغيش وانا ما هنا وراه كنخاطبني ولا حد يتصور كاملين وهادشي كامل عندي في التليفون هادشي اللي كنقول لك ومن غير هادشي كامل عندي شي حوايج وحده اخرى شي حقائق اللي هما ديال الامارات العربيه المتحده اللي هما رجال فهمتيني رجال ومصيفط ليا السيد كان كيهددهم بانهم هكاك فهمتيني مصورهم داخل على حساب انه بنت وماشي داكشي بلا ما نقول لك المهم داكشي انا هادشي كامل انا النهار اللي شدو اقسم بالله الا بقى فيا علاش لان انا عيطت عليك قلت لي شوف مول الكاسكيطه هضرتي معاه في الهاتف مباشره انا مزوج انا مزوج بعد مني انا مزوج بعد مني انا كنعرف راسي اللي بعد مني راه انا راه ما غنليقش ليك اذا ماشي انت السبب ماشي انت اللي قلتي لذاك الناس او حرضتيهم باش يمشيو لا شوف انا شي انا عندي كلشي بالدلائل الا ما كنقولش حاجه راه هادي اللي كيهضر ديما بالدليل هاد المراه اللي هي مرته راه هو اللي بهدله وهي اللي قالت لي اخويا عيدر بغيتك تعاوني غير نشر لي هادشي هذا هي بوحدها انا عطيته دليل ولكن هو جايب لي شي كلام وراه ما نعرف شنو كيدير وراه واحد البنت ولا ما عطيني دليل ها وحده هضرت السلام وعليك عطيني دليل انا كنعرف غير دليل واش غتلقى وحده في الزرقاء تقول لها جي ودابا انا كنقدر ليها جي بنتي اجي شنو خصك بنتي مرحبا هي درها هي بنتي اجي يا ولدي هادي درها ولدي وهذا هادي الميلو درها بزاف انا وليت مولاي اسماعيل اللي 700 ولد هذاك الشيء راه ديال الله كلشي ديال الله وانت بحق نشكو فيك كت زعما كتنتقوا زعما الا كانت عندك بنيت عندها 16 عام خصوصا انت كتهضر على واحد الماضي ديالك اللي زعما كان فيه شويه الحمار كان فيه شويه ديال الخفاوه زعما داكشي علاش الناس تيقوا شويه او كاين اللي تيق ان مول الكاسكيطه يمكن عنده الحق شوف اللي بغى يتيق شغل هذاك انا اللي كنعرف هو الدليل انا عطوني غير دليل صافي اذا انت ما كاينش دليل اذا هاد الهضره صافي هاد المره ما كايناش اذا انت ماشي هو سبب السجن ديالو انا ماشي السبب ديال السجن ديالو لحد الساعه ماشي السبب ديال حتى شي حاجه حتى خرجتي بتعاطف شفت لك واحد الفيديو تبقى فيه والله تبقى فيه والله حتى جاتني البكيه اقسم بالله انا ما بغيتهاش ليه ونهضروا نيشان انا ما بغيتهاش لي ما بغيتهاش ولكن انا كنقول لي راه سول رضوان سكيزوفرين رضوان عيط لي انا قلت لي خويا رضوان هضر مع مول الكاسكيطه قول لي يبعد مني قول لي يبعد مني مشى هضر ما رضاش ما بغاش يبعد مني واش غادي ندير وانا راه ما انا لان انت شخصيه عجيبه عادل من وض الحرب وفي التالي فاش يعني نقولوا الخصم ديالك صافي يعني في السجن ربما خصك تشفى فيه جيتي وبقيتي كتقول للناس وصافي حبسوا لا حبسوا نورمال بمعنى تعاطفتي مع ما كانش شفاف حتى هذاك غير شوف انا مول الكاسكيطه واحد الانسان كان كيعجبني ما كيعجبني انا كيعجبني كيبقى يعني كيدير الخير ماشي شي واحد خايب حتى هو راه كيدير الخير انا يعني من دوك الناس كيعجبوا هذاك هو ورضوان سكيزوفر كيعجبوني كيدخلوا ماشي ولكن باش انت كتعجبني في هذوك الناس اللي هما شفاره بصح وتهضر ليا انا علاش تهضر ليا انا واش انا شفار لا راه عنده زعما انت هو شنو انت
غتبقى راه عنده راه مرته كدير وانت مالك ومال مرتي ومال ولادي واش دخلك في هذه الهضره كاع انت اش بينك وبين هذا الشيء هذا؟ اذا حشومه عليه هذه القضيه وهكاك ونار اللي جدو اقسم بالله الا بقيت هضرت مع العالم هذيك السيده ديك اسمعت هي عيط لي اختي انا مزاوك عفير الغضب طفي منه بغيتي زعما باقي الان باقي كدير المحاولات باش العالم اللي كان شي حاجه يسمعوا لي فهمتيني نشوف شنو عنده وغنوقف معاه ان شاء الله الرحمن الرحيم تيخرج ما يبقى عنده حتى مشكل ان شاء الله ايوا عاد الله يقدك على فعل الخير هادشي اللي نقولو كلشي ديال الله غادي نعطيك سؤال اخير ونسد هذا الموضوع ديال مول الكاسكيطه سمعتي الممثله لبنى ابيدار اييه خبارك دفعت عليك دفعت عليا سمعتي الفيديو ديالها انا عايرتها كتعطي المول الكاسكيطه انا عايرتها ولكن انا ما عرفت باش عجب باش لبنى ابيدار باش 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 باش, باش, باش عجبتها هو انني انا ما عرفتهاش بحال كنعاير مول الكاسكيطه ولا كنعاير واحد اخر ولا كنعاير الداود ديال هي عرفتها غير هنا انت يا لبنى ابيدار راك اليوم في خطر ستكدا من دار دار وغادا تشوفي غير الويل شافت الويل ولا ما شافتش الويل شافت الويل من عند الشعب المغربي وكي انا كنقول للشعب المغربي يعني راه هي مفهوم هذيك السيده راه عندها مشكل مع الشعب المغربي ماشي مع هذه الميلودي ولكن انا كنقول للشعب المغربي ان هذيك ممثله يعني انسانه ممثله كتمثل راه ماشي هي يعني الاولى اللي يعني ماشي هي باغا تمثل باغا توريهم غير المغرب كيفاش داير انت كتعاطف مع الممثله لبنى ابيدار الممثله هذيك هذيك التمثيله راه ماشي راه كاين ممثلات عاوتاني راه ما عايشيش هنا راه برا كيديروها كحلاس على فهمتيني راه عادي يعني انسانه ممثله ولكن داك الشيء اللي دارت اللي هادشي اللي غضب المغاربه تيطلع لهم الدم وما عجبهمش حال منهم الشيوخ دوك اللي فهمتي حتى هما هضروا العالم يهضر اذا الا الشعب هضر راه من حقه اذا هي ما خصهاش تقلق إذا خصها تقبل النقد تقبل النقد لأن هي شنو هي ممثلة بحال دابا أنا راه ينقدوني راه من حقهم إلا درت شي حاجة ما عجبتهمش راه من حقهم لأنهم هما اللي شوف إلا بحال دابا عندك حاتم عمور حاتم عمور وأنت كتسوق وأنت كتكحل وأنت كتعكر شكون اللي كيعاتبو الشاب علاش حيت حاتم عمور عزيز عليهم ماشي حيت هو خايب دابا أنت كتشوف هاد العتاب وهاد هادشي من المحبة زعما من المحبة كلشي من المحبة كلشي علاش علاش بنادم هو بنادم ما عنده ما يدير أنت ما كيعرفك ما والو وسيري الله يفعل لك والله يترك لك وبقى يضرب علاش إلا ما تسوقش لك ما يدخلش يهضر معاك كاع ولكن خاصك شوف أخويا حاتم عمور تكون راجل ما تعكرش ما تكحلش كون راجل أصاحبي احنا بغيناك هناك عندك زوين وكمل بحال هكاك ماشي تلبس لنا اللعيبه ودير داكشي ديال ما نعرفو انت راه نورمال راه من حقهم فهمتيني انا بعدا داك السيد كنحترمه حاتم عمور انا معاه في داك القضيه هو كما مسكين قال لهم انا كندير كحول لان عيني كضرني ولكن داك العكر ماشي ما ديروش هذوك راه الناس داروه ليه اكيد الفوتوشوب يعني زادوا الناس شويه هو ما صافي هادشي باش اذا ما كنقول لحاتم عمور ما يتقلقش راه الشاب حيت كيبغيك راه داكشي علاش راه شاعات اذا انت متصالح مع الانتقادات ما عندك حتى مشكله ان الناس ينتقدوك انت كتقول انك فنان وحيت انا ما كندير حتى شي حاجه اللي بغى ينتقد ينتقد انا ما عندي انت اصلا ما مسوقش بصراحه نورمال واخا ينتقدوك واخا يقيلوا واش غيقولوا واش غيقولوا لي اختي انت اللي كيعطيك كتعطيه نورمال انا اللي غير باقي كنقول انا المره اللي غيعيرني غادي نعايرو راه اللي عايسب لي غادي نسب بعض المرات حتى في الفيسبوك مباشره فاش كيقول لك شي واحد شي حاجه ما كتعجبك داك الساعه نورمال كيطلع لي لا زعما حشومه دابا حيت ولاو كيهضروا معايا شي عيالات برجالات ومرجال بيناتهم كيقولوا لك واعدين احنا كتعجبنا الهضره ديالك ولكن ما تبقاش شاعر قلت لهم شوفوا اقسم بالله ما نبقى نعرف شي واحد ولكن تندخل عند البريفي وانا بيني وبينه غنعجبك نورمال وغنعطيه في البريفي انا ماشي كنسجلو بالصوت كنشبعو معيور بالصوت يلوح لعباد الله ولا مال شغل هذاك انا اللي غيعيرني غادي نعيرو نيشان ما غتعقل على حتى واحد ما غادي نعقل على حتى شي واحد لان انا ما كندير حتى شي واحد شي حاجه خايبه علاش غادي يعيرني ما يعيرني حتى واحد ما غادي نعير حتى واحد نورمال انا ما كنديرش انا راه غير مغني راه ماشي شي حاجه انا راه ما وزير ما عامل ما انا كنغوت بحالي بحال ايوا الناس كينسان كيغوت وحيد صافي داكشي اللي كاين جاب الله النصيب راه حنا كاين ما جابش الله النصيب راه حنا ما كاينينش كلشي ديال الله سؤال سريع جدا وغنسد الملف وغندوز الملف الثالث عادي العفا عليك الله ولا مازال باش اخر مره قلتي لي راك مبلي فاش العشائز العشبة ديال الله العشبة الطبيعية العشبة ديال الله هاد الساعة ربي عافي علينا هاد الساعة الحمد لله لا كتشوف واش خوك زيان وتبوك قاصر ايوا انت تبارك الله دائما زوين باش الحمد لله باش تكون بعين الرحمة باش عارف فيها راه القضية عندي الحمد لله راه مزيانة بخير وعلى خير اذا دابا هاد الساعة راك لا مزيانة الساعة دابا كنعرفوا غير المعقول
دابا عندنا غير ما نقول علاش نذكر حنا كبرنا ما بقيناش كنعرفوا داكشي. دابا حنا عندنا وليداتنا حنا كنخدموا على ود الوليدات باش يكون داكشي معززين مكرمين داكشي ديال الله. بغيتك تدوز لي دابا شي ميساج لهاد الشباب هذا اللي مبلي ولا اللي كنعرفوا ان الارهاءات كثيره شنو تقدر تقول لهم؟ نقدر نقول لهم اللي يعني اي شوف اللي مبلي شوف قال لك ما تضحكش على اللي ربي باليه قادر يعفو عليه ويبليك نتايا وما تحسنش اللي ربي عاطيه بالقدره والمكتوب يرزقك نتايا. يعني الانسان اللي مبلي يا ربي تعفو عليه راه كاين مساكن اللي مبليين راه ماشي لخاطرهم. انا على يقين بانهم ما مبليش مبلي وكي ماشي لخاطر. وكاين شي وحدين ما كيكميو ما كيدير حتى شي حاجه ولكن عندهم مبليه بزاف بليات عندهم كاين كاين اللي ما كيكمي والو كاين كي كيسرق مسكين راه الله يحسن العوان. راه حنا في هذه البلاد ديال الله يحسن العوان لاي واحد وكنتمنى من اي واحد ملي الله يعفو عليه هذا هو الواقع. والانسان الا بغى ما يبقاش يكمي راه ما غيكميش لقى كاين اللي كيلقى راحته كما كنقولوا ورا العيشه كيلقى راحته يعني باغي على الهدوء ما باغي يسمع حتى شي حاجه ما طلع ليه كل شيء في راسو فهمتيني ما مسكين ما مقهور ما لاقي والو شنو غايدير كيما كينسى كيولي يضحك وشنو غايدير ما عنده ما يدير. هادو تا هما الله يعفو عليهم وكل شيء ديال الله الله يعفو عليهم الله يعفو علينا كلنا. شكرا عادل غادي نسدو الملف الثاني وغنجبد لك الملف الثالث. مستعد؟ انا دائما مستعد راه شي ملفات بيضاء عندي كثير. لا انت كلشي كترجعو بيض واخا كيكون كحل ما عندناش مشكل ما عندناش مشكل عندنا المشكل واحد عندي مشكل واحد اللي عندي شنو هو هذا الملف باقي ما حضرتيش عليه. انا غادي يلا سير كلشي. اذا فقرات مع او ضد عادل غادي نختبر معلوماتك وبغيت نعرف مواقفك السياسيه الفنيه الرياضيه. مرحبا مستعد؟ مستعد. يلا نهبطوا هذه شويه نهبطوا بس زيد ضوي الله يضويك راه ضوي يا انت ديال الله لا يخطيك. نبداو اذا عادل ميلودي مع او ضد من يقول ان معظم اغاني كلماتها سوقيه وخاليه من اهداف او رساله فنيه؟ هذه الميلودي هو ضد هذه الفكره ولكن نقولك هذه الميلودي اللي باش يعرفوه الناس يجيو يتوصلوا ليه. هذه الميلودي عندك تسعود ديال الستيل كاين الاغاني هادفه يعني مع او ضد وكاين اغاني اللي هي ديال دريسوار يعني عادل كيغني مواضيع كاينين وكيغني مواضيع عادي ديال البلبال غير ديال النشاط بحال العام اللي جا كوتو كوتو هبلتونا كوتو 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 هذا شريت كوتو كوتو يا بابا يا البلبال ها كوتو كوتو قلتيني بكوتو كوتو بلا 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 هذه كوتو كوتو. اذا هادو ما فهمي جدي ما فهمتيش حقيقه ما عندكش شوف الرساله الفنيه ديال كوتو كوتو ولا ما الرساله الفنيه هو العام اللي جا انت كتهضر في مواقع كوتو كوتو فيسبوك كوتو كوتو قال كوتو كوتو الهضره. اذا ها وهذا اذا هاد الناس انا معاهم في هاد القضيه ولكن ملي كتوصل للمواضيع بحال 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 الوداع حياتي يعني كاين 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 مواضيع سياسيه بعد المرات درتي فيهم فوالا. اذا الانسان علاش غادي يشوف غير هاد كوتو كوتو وينساو الاخرين؟ ندوزو للموقف الثاني. ندوز للموقف الثاني نمشي مع السياسه لا شويه والله انا كنهضر شوف مش عاجبك عادي نزيد انا من الاخر عادي راه ما عنده لا مع السياسه لا مع هادي لا ما حتى شي حاجه وانما كيجيو على داكشي على قد الفهم ديالو على قد العقل ديالو هادشي اللي كاين. واخا يلا قول لي مع او ضد سياسه حزب الاصاله والمعاصره؟ الاصاله والمعاصره انا مع السي بن كيران مع العداله والتنميه وغنبقى مع العداله والتنميه. صوتي على العداله والتنميه ما صوتش عليها وانما انا الوحيد اللي هضرت على السي بن كيران مليون الف مره في كل لايف كنهضر على السي بن كيران لان العداله والتنميه هذيك هي الوحيده اللي يعني اللي تقدر تمشي هاد البلاد بطريقه سهيه. اذا هو الحزب اللي انت كتدعمه؟ انا كندعمه يعني معنويا انا ما ماديا انا ما واصلش داكشي ديال ماديا ديالهم داك ماديا بينهم بين مولاهم هادشي اللي كاين. ولكن شنو رايك ان لحد الان مازال حكومه السيد بن كيران مازال ما قدروش يشكلوا حكومه؟ هنا فين كاين المشكل هنا علاش السي بن كيران حيت السي بن كيران الله يعمرها دار وعنده معقول والاخرين ما فهمتين ما باغينوش باغيين يحيدوه ولكن انا على يقين بان السي بن كيران راه ما غاديش يتحيد رغم انه يطلب الاستقاله ديالو راه ترفض ليه الاستقاله ديالو وغادي يبقى السي بن كيران هو رئيس حكومه هذاك يستاهل يكون رئيس حكومه لان السي بن كيران فيه بزاف ديال الخصائل اللي
اللي ما كاين اللي ما دازوش بزاف ديال 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 الوزراء، ولكن فيه هو نيشان. انا كيعجبني سي مكران الهضره في الوجه نيشان وماشي شفار، هذا هو الواقع. اذا انت ضد سياسه حزب العداله عفوا الاصاله والمعاصره ومع العداله والتنميه, واخا مع او ضد من يقول ان رغم شهره عادل الميلودي سيبقى مرفوضا من طرف القنوات التلفزيونيه. هذه الميلودي سيبقى مرفوضا من طرف القنوات التلفزيه. انا الى غير فضون القنوات التلفزيه المغربيه بطبيعه الحال التلفزيه المغربيه على داك الشيء اللي بغاه هما، فانا اصلا كنرفض راسي باش نكون معاهم. انا اصلا هذه الميلودي الحمد لله ولله الحمد كاينه واحد اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي انا خدام ماشي خدام يعني انا داير فيها البوز، يعني كاين احسن من اللي غادي نكون في ذاك القنوات اللي هي مغربيه. واخا دابا تشهرتي بزاف ولا الاسم ديالك ربما كبر من بزاف ديال الاسماء كدوز في القنوات راه لحد لهذ اللحظه اللي كنهضر معاك فيها مازال ما كتعرضش عليك مثلا حفلات سهرات في القنوات التلفزيونيه؟ ما يقدروش لان انا علاش ما كيبغيوش هذا عادل الميلودي؟ علاش؟ حيت عادل الميلودي جوابو في نابو كيقول الصراحه، هما الناس ديال الصراحه ما كيقبلوهمش، ماشي غير انا راه مني عداد. فين هو سعد الناصري باقا كتشوفيه؟ فين هو عبد الخالق فايد باقا كتشوفيه؟ فين هو جواد الساح باقا كتشوفيه؟ علاش نظرك شنو المشكل اللي كاين؟ المشكل اللي كاين هو انني هاد ماشي الدوزيام، انا ما عمرني هضرت على قناه مغربيه. اكيد حنا كنهضروا على القنوات الرسميه كلها ماشي لا، انا كنهضر على اللي خدامين في القناه، الناس اللي كاينين في القناه، لان ذاك القناه كون حيدوا منا شي ناس كلشي غيولي مزيان. شنو عندك انت البلوكاج بحال على وزن البلوكاج الحكومي؟ نورمال بلوكاج حكومي، انا عندي بلوكاج تما. علاش يديروا لي البلوكاج هذوك الناس؟ علاش غيديروا لي البلوكاج؟ ولكن الا دخلت راه غنفرشهم، ما يقدروش يدخلوني، لان الا دخلت انا يخرجوا هما. اذا من الاحسن علاش فيك الهضره بزاف؟ تقدر لا فرش. انا شوف انا صافي فرش. انا انسان ما عنديش مع المشاكل، انا انسان بيضة كحلة هكذا، تكون رجلة الفم يقول ايه يقول لا، والنفاق ما يعجبنيش. عادي انت مع ولا ضد ارتداء المرأة للنقاب؟ المرأة دير النقاب، انا كيبان ليا كاين بزاف ديال العيالات دايرين النقاب ومنافقات، وكاينين بزاف يعني ما كنهضرش عليهم كاملين. كاينه المرأة اللي كدير النقاب وكتعطي حقه، وكاينه المرأة اللي غير كتدبر على راسها به نيشان. يعني انا كما كنقول لك، انا كنعرف واحد الناس كيبيعوا بغرير في قنيطره، كيديروا النقاب كيبيعوا بغرير، ولكن هي غير داك النقاب غير دايرينو على اساس ما نعرف هما شنو، يعني هذا كيتسمى نصب واحتيال بالنسبه لهم. اذا حشوم عليهم هذاك حدا الشيء راه ديال الله، الا غيديروا النقاب يديروه مزيان، ولا ما يديروش ما يديروش. هادشي كيسيء. لا اذا دابا هما كاينين دابا الناس كيبقاو هذيك دايره النقاب، هذيك راه مالك راه خصك تحضيه منه، هي مسكينه نيتها ماشي هكاك، دايره النقاب راجلها باغاه دير النقاب، راه هي مع راجل معززه مكرمه. اذا انت مع ولا ضد؟ انا مع الناس اللي شوف، انا مع اللي بغى يدير النقاب يدير النقاب، واللي ما بغاش يدير النقاب ما يديرش النقاب. هذا الوقت انا مرتي ما نبغيش دير النقاب. ما تخليهاش واخا تقول لك علاش غدير النقاب؟ تخلق راسها علاش غدير النقاب؟ ما راه كتصلي ديال الله، راه كتصلي غدير، راه كتصلي مزيان، مالك انت؟ ما هي منافقه ما كدير حتى شي حاجه، راه خدامه معايا بغدير النقاب. غدير به غدير دير الزيف والنقاب راه والحجاب العادي تقدر تخليها عادي. لا بغات هي انا ماشي انا، لا بغات هي. المهم ليسونسيال هو ان هي راه امراه صالحه، هذا هو الواقع. الحمد لله. هذا هو ندوزو لواحد السؤال ما غيعجبش ايمان. ماشي مشكل ايمان، بغا يعجبها كلشي. مع او ضد تعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات واخو اش غادي نقول؟ الانسان اللي غادي يتزوج بصراحه عادي. لا بصراحه ماشي حيت ايمان راه كاينه في الكواليس. لا بالعكس. شوف الا الانسان يقدر على جوج عيالات ولا ثلاثه ولا اربعه يتزوج، الا غيقدر. ولكن دابا الحمد لله الانسان عنده غير مراه فيها 50 بحال المراه اللي عندي انا، علاش تتزوج على هذيك؟ كدير لها هذي راه فيها 10، ما يمكنش تجوجي. راه بارك عليا العشره اللي عندي، راه الله يجعل البركه. انت زعما الحمد لله ماديا دابا ميسور، ولكن اذا غنجبد عليا صداع. انا ضد هذه الفكره ان بنادم يتزوج اربع ديال، لان غيتعدى عليهم، والله سبحانه وتعالى قال لك يعني ما غاديش يعدل. خصك تعدل بيناتهم، وراه ما يمكنش يعدل بيناتهم. اذا انت ما ديرهاش؟ لا ما نديرهاش. انا ضد هذه الفكره اصلا، ما تخصهاش، ماشي انا تاعته ما خصو يديرها. اوكي مزيان. اذا عادل الميلودي ضد تعدد الزوجات. اخر سؤال في الرياضه. الرياضة سبور زعما. مرحبا. مع أو ضد من يقول أن من أكبر أخطاء في تاريخ فريق الرجاء البيضاوي
هو فترة رئاسة سيد بودريقة. لا لا انا اخ نقول اخي بحاجه اللي ما عجبنيش في الرجاء البيضاوي هو السي حسبان، خصو يحيد من الرجاء ميشان. انا كنقولها لي امام الملا وامام العالم، داك السيد خرج على ديك الفرقه يبعد منا، هذا هو الواقع. الرجاء عالميه بلا ما يرد وطنيه، ديك الفرقه عالميه خصو يبعد من ديك الفرقه، يدير خير ولا ما بغاش يبعد منا، يوقف الفرقه كيف كانت ويعطي اللعابه الحقوق ديالهم ويولي مزيان. هادشي اللي بغينا احنا، راه ما بغيناش من فوق هادشي هذا. انا انسان رجاوي حتى الموت، انا يعني رجاوي ديال بصح، ولاعب ديال الرجاء البيضاوي ديال جونيور سابقا. انا والشادلي مصطفى الشادلي كنا كان هو كان حارس ملي كان جمعيه العالم، اللي كان نفس كنا كنمشي ندير نفس السبعه تاع سيدي عثمان. يعني من ذاك الوقت وانا انسان كنموت على الرجاء، هذا هو الواقع. انا عندي في الحياه ديالي عندي الرجاء البيضاوي وبرشلونه، ولكن حسبان خصو يبعد من ذاك الفريق، وإلا ما بغاش يبعد من ذاك الفريق يعطيه الحق ديالو. هذا الشيء اللي كاين. يلا نسدوا الملف الثالث والاجوبه ديالك مازال غير سؤال. مرحبا. وماشي ديالي، سؤال ديال الجمهور. اي سؤال الشعب لفنان الشعب وسفير التراث الشعبي عادل الميلودي، غادي نستقبلوا سؤال الجمهور. سي عادل، السؤال لك، انت اللي غادي تحل تماما بالمكبر، غادي نكبروا لك. بسم الله. غادي تحلوا، غادي تقرا لنا السؤال. مرحبا. هو سؤال بين مجموعه من الاسئله طرحها عليك الجمهور وبغيناك تجاوبنا. هذا شي سؤال اخر انا. لا والو، غير واحد. حسبني كتقلب على شي شاك ولا شي حاجه. عندكم شي كاس انا. قال لك هل زوجة عادل الميلودي هي من تسيطر على مشاريعه الشخصيه والمهنيه؟ هل زوجة عادل الميلودي؟ مسكينة زوجة عادل الميلودي مظلومة في خبرك؟ قسم بالله كلشي كيقول عليها انها زوجة متسلطة، وانها هي اللي متحكمة فيك، وانها هي اللي يعني حقرة عليك، وانت يعني كتمشى غير بريها. هذا هو اللي عاجبني في هذا الكلام، هذا اللي كيهضروا هاد الناس هذو. إذا كانت عندي امرأة موقفاني وقداني ورداني، يعني سيد الرجال كما كتقول لي أنت سيد الرجال، إن فوتك عندك امرأة أنت راجل كيكون عندك تقول لي سيد الرجال كيفتاخر براسو. هاد المره هادي ماشي غنعطيها هاد المشاريع، نعطي اي حاجه العمر ديالي نعطي لها اي حاجه غتاخذها معززه مكرمه. فين كاين المشكل؟ الا كانت هاد المره، واش هاد المره هادي مصيفطاني كان ساعه؟ لا خير، باين عليك. الحمد لله هاد المره هادي قداني وما خاصني تاخر، ما وما ما عمرني عقلت على راسي الى يومنا هذا كنقول شي حاجه كتكون حاضره كما كانت هاد الحاجه. اقسم بالله داك النهار كنا مشينا بغينا نشريو قهوه، غنمشي نشريو قهوه. قلت لي انا ما علاش نشريو قهوه وهاد القهوه تخدم من دابا 4 سنين بزاف، انا راه بزاف. قلت لي انا باغي نشري الرونج. قالت لي دابا. اذا هذه المرات شنو كتسيطر؟ علاش كتسيطر؟ هذه المرة كدير لي غير الخاطر. وغير الفكره ديالها، يمكن راه احسن فكره ديالك عادل. يعني عندها فكر استثماري باغي تستثمر الفلوس وهذا، وانت عندك فكر استهلاكي باغي الطوموبيل. انا باغي نعيش، انا انسان شوف وخاكك وافقاتك. هو نورمال اختي، انا راه ما عشت في صغري، انا ما عشت في كبري. انا صغير ما كانش هاك تحلق دلك، ما عندناش هذيك النظره، ما خلينا ما درنا. علاش من كبري ما نعيش؟ ماشي من حقي. من حقك. انا كنت كنشوف شحال هادي تمالك عندك الرونجل، ها هي ولات عندي الحمد لله بخير، الله سبحانه وتعالى معاوني، كلشي ديال المراه مزيانه. اذا فين عندي المشكله؟ وحنا غاديين بخير وعلى خير، وما عندناش الخصامات، وغادي مزيان كلابس وداكشي ديال لابوس، كلشي ديال الله، المهم داكشي ديال الله. عادل شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا جزيلا انك لبيتي الدعوه وانك جاوبتي على الاسئله، وكان لك حق الرد. كان لي حق الرد. كان لك حق الرد ورديتي، وانت ما كنخافش عليك في الرد. كلشي ديال الله، حنا كنهضروا غير بداك الشيء اللي كاين، والحقيقه دائما في دقيقه. اختي مجد الكيلاني والعالم هاني وكلشي ديال الله. شكرا عادل. مرحبا. دائما انا كنهي الحلقات ديالي معك بابتسامه. وكلشي ديال الله. كلشي ديال الله. كلشي ديال الله. راضي راضي الله. إذن مشاهدينا، كانت هذه هي حلقة عادل الميلودي لكل الأسماء والشخصيات التي تم ذكرها، كذلك حق الرد. غنضرب لكم موعد الحلقة المقبلة بحول الله.